انا عايز احكي لك موقف. ان انا في وقت ما موجود في النادي الاهلي كان الاهلي بيمر بظروف ماديه، وتعرض علينا ان احنا نخفض العقود، وانا يعني كلموا اللعيبه الكبار وجو كلموني او كلموا كل اللعيبه يعني، وانا كان حسام غالي واقف معايا وقال لي ان النادي الاهلي. انا بقول لك الكلام ده عشان هقوله برضو لجميع اللعيبه، الاهلي مش هينسى الموقف اللي انت ممكن تعمله، والاهلي مش هيشترط عليك ان انت يتخصم منك فلوس او ما يخصمش. هو الراجل الكابتن حسن حمدي عرض الموضوع وقال اللي عايز يخفض يخفض، اللي مش عايز يخفض هو حر يعني، مش هناخد منه موقف ولا نزع. انا مضيت على الورقه ما اعرفش انا اتخصم مني قد ايه، وعرفت ان اتخصم مني وقتها 600,000 جنيه. حتى لما جيت مشيت من النادي الاهلي مضيت على مضيت ان انا ماليش فلوس خالص في النادي كباقي مستحقات، والنادي الاهلي برضو يعني كل شهر كان بيبعت لي اخدت فلوس الباقيه يعني. انا قصدي اقول لك ان انا ما كانش قصتي الفلوس ولا تفكيري وقتها الفلوس، لكن الموقف ان انا مشيت في النادي الاهلي لحد دلوقتي مش قادر اصدق نفسي. انا بمشي في الشارع الناس بتقول لي احنا فاكرين لك مش عارف ايه، بقول لهم انا لاعب في النادي الاهلي رغم ان انا رحت كذا نادي، لكن كل ما امشي في الشارع بقول يا كابتن انا يعني ده من سنين كتير، ومع ذلك حضرتك دلوقتي وانت بتتكلم متاثر جدا وباين ده قوي. انا لو اتفرجت على الماتش والاهلي يعني خسر فيه انا ممكن يعني بنهار، رغم ان انا لعبت في النادي ويعني مش يعني مشجع برضه بيبقى عندي غالب عليا شويه يعني، كتشجيع النادي الاهلي بيبقى غالب عليا شويه، ما عنديش قصه ان انا يعني كبرت او لا، انا بفضل كطفل قدام التلفزيون لما الاهلي يلعب ماتش. باين يا كابتن عليك والله. لا انا ما بحبش يعني اخد في الموضوع قوي لان انا ما بعرفش اتكلم في الـ في الـ في النقاط دي يعني، لكن النادي الاهلي عندي حاجه تانية بصراحه.